أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين الدكتورة رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا سكوا. وتشغل دشتي وهي خبيرة اقتصادية منصب عضو في مجلس التخطيط الأعلى في دولة الكويت، كما شغلت في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 منصب وزيرة للتخطيط والتنمية ووزيرة دولة للشؤون البرلمانية.